اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. جاي اقول لكم النهارده ان الاوردر ده على قد الايد كده، وحاجه غير مكلفه جدا. انا بطلعه من المحل بتاعي، التورتايه دي مقاس 14 ب 100 جنيه بس. اعتقد في الوقت ده مفيش تكلفه 100 جنيه يعني تعمل الحلويات دي كلها. كانت طلباها واحدة لمامتها علشان تفرحها. عايز اقول لكم ان يعني الشكل بتاعها بسيط جدا غير مبالغ فيه، وطالعة كيوت خالص حلوة كده. اتمنى منكم بس في البداية كده فضلا وليس امر تحطوا لايك على الفيديو عليه، وكمان لو كنتم مش مشتركين في قناتي تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم اشعار بكل فيديو بنزله. بدأت ارجع لشغلي تاني، ادعولي. ربنا يرحم احمد يا رب رحمة واسعة، ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. اتمنى منكم كده الصلاة على الحبيب، و اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ربنا ان شاء الله يا رب يكرمنا برزق حلال مبارك فيه، يبعد عننا عيون الحاقدين والحاسدين. اللهم امين يا رب العالمين، ويرزقكم ان شاء الله ويرزقنا يا رب العالمين من حيث لا نحتسب. عايزه اقول لكم التورتيه عجباني خالص. الطعم طبعا هم الحمد لله بيشكروا في حاجتي وحابين. كانت طلبت قبل كده العميله دي اوردر مني بسيط برضو، طرطايه حلوه كده بسيطه، كانت لعيد جوازها والحمد لله عجبتها، وما كملتش كام يوم ما شاء الله اللهم بارك، وطلبت مني الطرطايه الحلوه الكيوته دي. عايزه اقول لكم الفيديو هينزل لكم بعد التصوير على طول. اتمنى تفرحوني وتحطوا لايكات كتيره 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 على الفيديو ده علشان قناه تكبر وتظهر وتوصل لاكبر عدد.